السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ومعكم الهبيد حيث نابد من جديد. عاملين ايه يا جماعه؟ يا رب اخباركم تكون بخير ودايما تبقوا كويسين، وقولوا لنا رايكم ايه في الكومنتات على الديكور الجديد. معانا ومعاكم النهارده اللاين صاحب الباع الطويل، اللاين اللي اتعمل منه كلوب في الاكسبو اللي فات، بس احنا صاحين الخلايجه قوي. اللاين صاحب العظمه وصاحب الهيبه، انه برستيج. لاين برستيج بيقدم لك فرايتي عالي قوي قوي، تلاقي فواكه، تلاقي توباكو، هتلاقي رسبيهات جوه الصندوق ورسبيهات بره الصندوق، هتلاقي لعب كتير قوي قوي في اللاين ده. واللاين قديم جدا وموجود من زمان جدا، فتلاقي كده ايه، في حاجات كتير حلوه، حرفيا كله حلو. ده من وجهه نظري القاصره. حاجه تانية في اللاين، وهي ان هم وحوش قوي قوي في ما بعد البيع. من الاخر كده، انت بتبقى ضامن نفسك 100% وانت بتجيب ازازه من لاين برستيج. وده ليه؟ لان هو بيفضل متابع معاك، لو الازازه لقيت فيها مشكله او فيها حاجه وانت مش هتلاقي، بس حتى لو ما عجبتكش الطعم بتكلم الصفحه ويبدلوها لك على طول. لاين فعلا فعلا عنده خدمه ما بعد البيع رهيبه. زائد خدمه ثالثه، وهي ايه؟ هي ان اي رسبيه بتعجبك ممكن تجيب منها 120 ملي، 200 ملي، 250 ملي لغايه اللتر، عادي جدا. ممكن تطلب اللي انت تحبه وتطلبه فري بيز، او كمان تطلب سولت نيكوتين. وهنبتدي دلوقتي باول فليفر، وهي الكينج بانسر. عزيز زجاجه، الكينج بانسر باختصار كده هي ثمره الكشمش، والكشمش دي هي ثمره من العنبيات، يعني هي مش عنب، لا هي حاجه كده شبه العنب بس طعمها بيبقى خطير. من الاخر كده، هذه الثمره كثير وكثير وكثير من طبقات هذه الثمره، ومعاهم بقى ايه، حته غزل البنات. وغزل البنات اللي محطوط هنا يا جدعان عامل توازن كده في السكر، حاجه ايه يعني، اشترايز الجنزبيل كده. وده قال لي اسمها اشترايز الجنزبيل، صح ولا انا غلطت؟ حاجه كده جميله. من الاخر هتفضل تفيب منها 24 ساعه من غير ما تقفل صدرك. معظم البينك بانسر اللي احنا بندوقه مشكلته معانا ان هو ايه، بتشرب منه تانك تانكين وتلاقي نفسك مش قادر، خلاص صدرك اتقفل، بسبب ان هما بيبقوا حاطين فيه عنب. المفروض ما يبقاش فيه عنب، لا يبقى فيه كشمش اللي حاططها برستيج هنا. فعليا من البينك بانسر قليلين قوي اللي عملوا علامه كده في قلبي. ومعانا تاني فليفر، وهو الكوكيز. الكوكيز خطير يا جدعان بجد بجد. عباره عن ايه بقى الكوكيز ده يا صديقي؟ موضوع بسيط قوي. عارف وانت معدي كده من ناحيه فرن الف مسكن وريحه الكوكيز طالع كده سخن مفحفح؟ لا ضحك، مش عايز بقى، مش عايز. ده الاحساس اللي انا حسيته لما شربت الازازه دي، وانت معدي كده من على الفرنه اللي هي في اول الف مسكن دي. فعليا تبقى معدي تلاقي ريحه الكوكيز مفحفح كده ولسه طالع من الفرن. ده اللي انا حسيته اول ما فتحت هذه الزجاجه وفبت عليها. فعليا فعليا انت بتلاقي ريحه كوكيز رهيبه، ومعاها بقى ايه، متغرقه بالكريمات واللبن، حاجه كده مظبوطه قوي. واحلى حاجه ان هي مخصصه كمان لاصحاب المزاج العالي، الام تي ال والدي ال. ثالث فليفر معانا صديقي، وهو فانتازيا. فانتازيا هنا الفليفر ده عجيب. عجيب في ايه؟ من الاخر كده صديقي، هو عباره عن كيوي ومعاه الحمضيه بتاعه الكيوي واللسعه بتاعته، الحمضيه دي محببه الى القلب، ومعاه انواع من الفراولات. انواع الفراولات اللي هنا عامله توازن ما بين الحامض وما بين الحلو، فالرسبيهات فعليا فعليا قويه قوي قوي وبره الصندوق المره دي. واحلى حاجه فيها ان هم هنا واحده من غير تلج، من غير ايس لمحبين عدم الايس، وانا من الناس دي، والرسبيهات الثانيه هي ايس لمحبين الايس. ده الاختلاف ما بينهم، وللاسف مفيش لاصحاب المزاج العالي دي، مفيش منها غير دي اللي بس. ار 8 توباكو، وده رابع فليفر معانا. من الاخر كده صديقي، الار 8 توباكو هو عباره عن ايه؟ عباره عن توباكو سلس جميل، مش توباكو خشن، لا سلس، ومعاه سنه الفانيلا المحببه الى القلب، ومعاه بقى من فوق شويه المكسرات. الرسبيه هنا هي مش اعظم توباكو قابلتها، بس هي احسن توباكو تقدر تشربها طول اليوم. لكن بقى في الام تي ال موضوع مختلف تماما تماما. في الام تي ال هنا حسيت ان الريسبي كده عاليه، الريسبي قويه قوي في الام تي ال. فعليا انصح بيها اي حد، اي حد بيحب التوباكو الخفيف وعايز كده يبتديها بدايه سريعه عشان يوصل للخشن، هيبتدي من هنا. خامس زجاجه معانا، وهي الكريمي ناتس. كريمي ناتس يا صديقي برضو من الاخر هي عباره، يعني اسمها بيشرح الفليفر اللي فيها. ده من وجهه نظري عباره عن ايه؟ عباره عن كريمات كتير قوي ومعاهم مكسرات،
بس المكسرات هنا تحس ان هي فيها طعم التدخين او التحميص، يعني تحس ان هي محمصه، ودي حاجه انا استغربتها جدا بس استسختها جدا وحبيت الموضوع. يعني حسيت كده في لعبه حلوه بتتلعب في هذه الزجاجه، فجربوها وقولوا لنا رايكم ايه في الكومنتس، في منها دي ال وفي منها ام تي ال. سادس زجاجه معانا صديقي وهي التشيز كيك. التشيز كيك بقى من هذا اللاين غير. التشيز كيك هنا في البرستيج مختلف تماما. مختلف ليه بقى؟ مختلف عشان هنا في طبقات وطبقات من الجبنه كتير، وفوقيهم بقى طبقات وطبقات من الكيك او تحتيهم على حسب انت بتاكلها في اي بلد، ومن فوقيهم مكسرات، وعلى المكسرات دي في سن الكراميل كده نازله، يعني محاوطه هذا الجمال. حرفيا تشيز كيك مختلفه غير بقيه السوق، هتحبها. وفي منها ام تي ال لاصحاب المزاج العالي. سابع زجاجه صديقي وهي اشهر من نار على العالم شغل الهوانم، انها كوين. مش عارف اقول ايه على هذه الرسبايه، كوين احتار فيها الملايين. ايه ده، والله بقول شعر، لا فعليا كوين احتار فيها الناس كلها. هي سكرت توباكو. بص سيبك من سكرت وسيبك من الكلام ده، هقول لك الاحساس الشخصي والداخلي. حسيت ان انا بشرب توباكو حلوه قوي ما شفتش زيه قبل كده، حسيت ان عليه زبده عليه عسل، حسيت بحاجات كتير متلخبطه بس حاجات كتير حلوه، ولما اتجمعت مع بعض عملت هذا الحاجه الجميله. انا بحب كوين، انا بحب كوين. ومعانا تامن ازازه وهي الييلو تارت. الييلو تارت هنا فظيعه، هنتكلم دلوقتي. الييلو تارت يا صديقي هي باختصار اسمها يعني شارح نفسه، بس في لعبه كده هحاول اقول لك انا حسيت بايه. هي عباره عن كيك كتير قوي، وكيك محترم قوي وطعمه حلو قوي، وعليه من فوق مربى الليمون، ودي حاجه يمكن انت تستغربها، وعليه بقى كمان صوص الليمون. هتقول لي طب ما صوص الليمون زي مربى الليمون، هقول لك لا، صوص بتاع الليمون بيبقى فيه كده سكريات عاليه شويه، والمربى بتاعت الليمون سكرياتها بتبقى اقل شويه بتبقى لدعة، فعملوا لي كده كونفليكت. فعليا من الحاجات الغريبه، الريسبات الغريبه قوي قوي اللي انا جربتها، بس برضو عجبتني ومستني رايكم في الكومنتات. وفي منها ام تي ال لاصحاب المزاج العالي. تاسع زجاجه صديقي معانا وهي السكس ميلك، وهي سكسي قوي قوي قوي. الازازه دي يا صديقي كفيله ان هي تبهج يومك بجد بجد، من الازاز اللي انا حبيتها قوي واستغربتها، لان انا شربت كتير فراوله على لبن او فراوله على كريمات، بس ما حسيتش بالبهجه اللي انا شفتها هنا. فعليا مهما شربت منها انت مش هتزهق. عباره عن خليط من انواع وانواع من الفراوله، مش نوع واحد، ومعاهم كده بقى ايه، خليط من انواع الكريمات مع اللبن، مخليني الدنيا عظمه موت. وفي منها ام تي ال لاصحاب المزاج العالي. انها العاشره بتوقيت برستيج. الزجاجه العاشره يا صديقي وهي الديلوتشا، من اغرب ما انتجه برستيج. ملخص كده يا صديقي، هي عباره عن عارف كيك البراونز ده اللي انا حسيته، وهي محدش عارف هي معموله من ايه. صاحب اللاين نفسه يعني لما سالناه قال لك دي من اغرب الريسبات اللي انا عملتها وحاجه سيكريت قوي، بس فعليا اللي انا حسيته ان انا باكل كيك براونز وعليه كده من فوق صوصات، انواع وانواع وانواع من الصوصات، ومعاه كمان يعني ايه حبه كده تقول مكسرات تقول زبيب. هو في طعم حلو قوي من فوق مع الكميه من الكيك البراونز اللي انا اكلتها. غريبه غريبه غريبه، واللاين ده غريب وانا غريب والناس دي غريبه، ولا في ايه ولا انا بقى. ومعانا الفليفر رقم 11 وهو الارتن توباكو. توباكو بقى ايه؟ انما عسليه. تعال بص بقى صديقي كده واسمع، هو عباره عن ايه؟ عباره عن توباكو خشن تمام، بس ملعوب لعبه حلوه قوي، معاه بعض من انواع الفاكهه، والفاكهه دي جميله قوي. في منهم مثلا حاجه اسمها الباباز، دي فاكهه معروفه جدا في جنوب اسيا، بس هنا بالنسبه لنا في مصر هي حاجه جديده. في برضو منهم الكانتالوب، عليه هنت كده كانتالوب، عليه هنت برضو كوكونات جوست الهند، عليه هنت من الجوافه بسيط، عليه هنت من الفاكهه اللي كلنا عارفينها اللي هي بتقطع جواها بذره، دي جواها بذره الافوكاتو. اهي عليها الافوكاتو زي ما مخرجنا الجميل قال عليها افوكاتو. والازازه دي انا بنصح بيها قوي قوي لمحبين التوباكو الدارك، بس اللي عليه فاكهه هتتبسطوا. الزجاجه رقم 12 وهي امبرور. زجاجه ايه من الاخر؟ من الاخر كده هي زجاجه، عارف انت التوباكو السندال اللي يقف معاك في ظهرك، اللي هو يبقى اخوك كده، ها كتف في كتف، هو هذا يعني هو التوباكو ده من الاخر كده. يعني مش عارف اجيبها لك ازاي، لما تبقى لسه داخل التجربه جديد وعايز حاجه قريبه من طعم السيجاره، هي مش طعم السيجاره عشان ما نضحكش على بعض، لا هي قريبه من طعم السيجاره بس حاجه كده قويه. الامبر من الاخر هتجيب معاك، من الاخر وهتجيب معاك ايجابي،
واللي شايل يروح يعمل سرور بقى واللي يقولوا منك لله فيديوهات التيك توك شغاله في دماغي بسكرول بس للاسف هذه الزجاجه مفيش منها دي قل وده امر طبيعي على فكره لان لو في منها دي قل يعني هيبقى مش بني ادم اللي هيشربها هيبقى سندال قوي. اخر زجاجه معانا وهي الزجاجه رقم 13 وهي تيستي وهي تيستي قوي. عارف كده قصه هذه الزجاجه ان انت بتبقى داخلها على مملكه او تروح داخل على القصر فتح لك باب القصر تخش تلاقي الملك رمانه ها رمان كده قاعد على الكرسي وجنبه الملكه عنبه تمام قاعده جنبه مش عنبه البغبغان لا عنبه عاديه تمام قاعده جنبه وحواليهم بقى ايه اتنين بيخدموا عليهم تمام عباره عن توت اسود كده واقف بيرقص وتوت احمر واقف ماسك الهواء عليه رزباية عجيبه عباره عن رمان ومعاه العنب ومعاه بقى انواع التوت اللي عامله كده ايه كيرف حوالين الكلام ده. بجد حببتني في الفاكهه امتي ال وبنرجو صناع برستيج اعملوا منها دي ال احياه ابوكوا اعملوا منها دي ال والنبي اعملوا منها دي ال. نيجي بقى لمسابقه حلقتنا النهارده. مسابقه النهارده بقى صديقي ها اتغيرت تماما عشان الموسم الجديد يعني وكده. فببساطه كل مره بقول لك تعالى منشن واحد صاحبك لا المره دي في اختلاف. المره دي انت كده كده هتعمل شير ولايك لهذا الفيديو ده ما فيهاش تفاهم بيني وبينك. بس ايه بقى الجديد المره دي؟ انا مش عايزك تمنشن صاحبك لا انا عايزك تمنشن للناس اللي بيعدلوا لنا المزاج والدماغ. هتمنشن صفحه برستيج وهتعمل تحتها كومنت كده ايه ها هاشتاج الهبيت حلو الكلام. اكتر 10 هيعملوا هذه العمليه مع طبعا الشير ليهم زجاجتين من اي حاجه من اختيارك في اللايف. عايز تاخدهم الاثنين ام تي ال خدهم عايز تاخدهم الاثنين دي ال خدهم عايز تاخد واحده واحده خدهم. في حد عايز بس كده دي كانت كل حاجة النهاردة وحلوياتنا النهاردة ومستنيكم في حلقة جديدة وهبدة سعيدة وكان معكم الهبيت يهبت حيثما شاء وقتما شاء أينما شاء حبايبنا. ونسيت أقول لكم لايم برستيج ها بقى سبونسر معنا في البرنامج.